سلام المسيح معكم مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم وحلقه جديده النهارده وشخصياتنا الكتابيه. طبعا في البدايه اسمحوا لي ارحب بضيوفنا الدائمين معنا. ارحب بقدس ابونا الحبيب الاب رويس الاورشليمي راعي الطائفه القبطيه الارثوذكسيه بلبنان. اهلا وسهلا بقدسك ابونا، منورنا. اهلا بحضرتك وبالاخوه المشاهدين، اهلا بقدسك ابونا. ارحب كمان مشاهدينا بضيفنا الدكتور جوزيف سعد، استاذ علم اللاهوت الكرازي بالكليه الاكليريكيه بالكنيسه القبطيه الارثوذكسيه. اهلا بك يا دكتور، منورنا. اهلا وسهلا بحضرتك، ده نورك ونور قدس ابونا. اهلا بكم ضيوفنا. مشاهدينا طبعا ما زلنا معاكم ومع ضيوفنا بنتامل في شخصيه رجل عظيم من اعظم شخصيات الكتاب المقدس، موسى النبي كليم الله. وفي الحلقه اللي فاتت انتهينا عند ان ربنا طلب من موسى ان الشعب يتقدس لمده 3 ايام علشان يبدا العهد معاه، وشفنا كمان ربنا اداله 10 وصايا، واتكلمنا مع قدس ابونا عن 3 وصايا. النهارده بنعمه ربنا هنكمل الوصايا العشر دي طبعا مع قدس ابونا. نبدا قدس ابونا، عايزين نكمل مع قدسك بقى النهارده باقي الوصايا العشر. بسم الاب والابن والروح القدس لا واحد امين. احنا تكلمنا عن اول وصيه، انا هو الرب الهك. الوصيه رقم 2، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صوره مما في السماء من فوق ومما في الارض على الارض من تحت او من تحت الارض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن. كانت رقم 3، لا تنطق باسم الرب الهك باطلا. واللي السيد المسيح بعد كذا عدلها، قال لا تنطق، لا تحلفوا الباتة، لا بالسماء لانها كرسي الله، ولا بالارض لانها موطئ قدميكم، او باي قسم اخر، بل ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وما زاد عن ذلك فهو من الشرير. الوصية رقم 4 كانت اذكر يوم الرب لتقدسه، اللي كان في العهد القديم يوم الرب هو يوم السبت. طبعا بعد تجسد السيد المسيح وقيامته صار يوم الرب هو يوم القيامة، يوم الأحد. عشان كده حتى الأباء الرسل كانوا يروحوا يبشروا في المجمع في السبت، لأن اليهود متجمعين في السبت، ولكن حينما يجتمعوا لكسر الخبز كانوا يجتمعوا في الأحد. عشان كده حتى السيد المسيح عشان يرسخ هذا اليوم وعرفنا أن يوم الرب تغير بعد السبت صار الأحد اللي هو يوم القيامة، لما ظهر لتلاميذه ظهر لهم يوم الأحد، ولما ما كانش توما معاهم ما ظهر لهمش تاني يوم، لا ظهر لهم الأحد الآخر القادم اللي بعديه. فكان تأكيد على أن يوم الرب صار يوم الأحد، لأن يوم السبت كان لراحة الإنسان، وربنا ما تعبش عشان يرتاح، ولكن بالعكس اللي أتعب ربنا أكتر أن الإنسان بعد ما اداله الراحة دي تاعي هو أخطأ، فأصبح اليوم اللي مديه راحة ربنا للإنسان ما بقاش يوم راحة، بقى يوم تعب، واستمر يوم السبت لم ينتهي إلا بتجسد الرب يسوع المسيح ووضعه في القبر بعد الصليب. هنا انتهى السبت، وبعد كده بقى فجر الأحد يوم القيامة، فانتهت حكاية السبت، أو مش انتهت يعني لغاها ربنا، لا، ولكن صار تغيير، لأن ربنا كان تعبان بسبب خطية الإنسان، واللي اتعبه أكتر أن ترك السماء وجاء على الأرض حتى صار إنسانا ليخلص الإنسان الذي أخطأ. فالسبت استمر اليوم الوحيد اللي في الخليقة اللي ربنا قال كان صباحا وكان مساء وكان صباح يوما أولا ويوما ثانيا، إلا يوم السابع ما قالش إيه أن انتهى هذا اليوم، ما كانش له مساء، يعني ما كانش له نهاية. فاستمر السبت لحد مجيء السيد المسيح بالجسد، ولحد ما دفع في يوم الجمعة ثمن الخطيئة على الصليب، وكان السبت في موجود بالجسد في القبر ليخلص الذين كانوا منتظرين على رجاء مجيئه، خلصهم. وبعد كده بقى اليوم الجديد يوم الرب هو يوم الايه؟ الأحد. عشان كده احنا ما بنعترفش بالسبتين ان هم مسيحيين، لأنهم بيرجعونا تاني بينكروا الأحد وبينكروا القيامة ويرجعونا تاني للسبت، واحنا بنمشي لقدام ولا بنرجع لورا؟ بنمشي لقدام. كانت الوصية رقم 5 اللي هي
ربنا قال دي أول وصية بوعد. السيد المسيح في الموعظة على الجبل قال عنها دي أول وصية بوعد، اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض. فكان لها وعد، أول وصية أن إذا عملت كذا هيكون ليك كذا، إذا أكرمت أبوك وأمك هيكون ليك إيه؟ تطول أيامك على الأرض. لأن كان ربنا إدى هذه الوصية بالذات لأن هو حسب نفسه لنا إيه؟ أب. فإكرمنا لأهالينا لأبائنا وأمهاتنا هو إكرام لربنا، لأنه مش هيكرم أبوه وأمه بالجسد، مش كيف هيكرم ربنا؟ قال إن كنت لا تحب أخاك الذي تراه فكيف تحب الله الذي لا تراه. فهما الصورة المنظورة لله في المفاهيم البشرية يعني. عشان كده دعي لنا أبا، المتى صليتم فقولوا أبانا الذي في السماوات. ولذلك المعلم القديس يوحنا الإنجيلي يقول انظروا أية محبة أعطانا الله أن الآب أن ندعى أبناء الله. فإحنا دعينا أبناء بإيه؟ قال بالإيمان بالمسيح، لأن إلى خصته جاء وخصته لم تقبل. أما الذين قبلوا فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، أي المؤمنين باسمه. فإحنا بالإيمان صرنا أبناء لله. في برضو الوصية رقم 6 لا تقتل. وطبعا كان معروف في المفهوم اليهودي ان اللي يقتل يعني اللي يقتل انسان يعني يخلص حياة ينهي حياة انسان. عشان كده حتى من ضمن الاحكام اللي ادها ربنا قال اللي حتى اللي مربي طور وعارف ان هو نطاح وقتل واحد هيكون مسؤول هو عن القتل. وادى لموسى على الجبل مفاهيم كتيرة وشريعة كبيرة عن القتل، لكن في العهد الجديد وضحها. قال سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم. أما أنا فأقول لكم من قال لأخيه يا أحمق فهو مستوجب الحكم، ومن قال رقفه مستوجب نار جهنم. يعني بيورينا أن القتل هو مش بس إنهاء حياة إنسان، ولكن أيضا أن الإنسان إذا اعتدى لفظيا على إنسان هو قاتل. لأن ممكن واحد بيموت بدون ما حد يقتله بكلمتين، بيجيله جلطة وبيموت. أقول لك أنا ما قتلتوش حسب الشريعة، لا، لكن كلامك كان التأثير القوي عليه أدى لحياته. الآخرين اعتبرت أن هي من ضمن الأشياء التي تستوجب الحكم. الوصية رقم 7 لا تزني. وهم كانوا بيفسروها زمان الفعل فقط، والمضبوطين بالفعل. وده اللي حصل ان هم لما جابوا حتى المرأة المضبوطة بالفعل للسيد المسيح جايبين عشان ينفذوا فيها شريعة الزنا. فربنا يعني بيقول لهم من منكم بلا خطية، لأن هم كانوا حكمهم جائر. طب هي جايبينها مضبوطة بالفعل وهي كانت بتزني مع نفسها، أكيد لا كان في حد معاها. ما جابوش ليه التاني اللي معاها عشان يبقى تحت الحكم؟ قد يكون واحد منهم. عشان كده كان تنفيذهم للحكم على الآخرين بس، زي اللي بيطبق مثل ناصر أخيك ظالما أو مظلوما. هو نفس الحكاية، هو بيحكموا على الست وسايبين الرجل الذي كان معه. عشان كده السيد المسيح قال لهم إيه؟ حتى بيوضح لنا مفهوم الزنا. سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، وأما أنا فأقول لكم من نظر إلى امرأة ليشتهيها في قلبه فقد زنى. يعني إذن في زنا مش هوش الفعلي، والزنا معناها خيانة، خيانة. فالسيد المسيح وضح مفاهيم القتل ومفاهيم الزنا ومفاهيم إكرام الأب، وضح الوصايا. عشان كده قال ما جئت لأنقض بل لأكمل. كمل يوضح لينا أن اللي يستفز إنسان هو قاتل، أن اللي يشتهي امرأة في قلبه هو زاني. لا تسرق، دي الوصية رقم 8. وكانت الوصية دي سبب وجود عبيد في بني إسرائيل، لأن كان السارق إذا
مسك بالسرقة يباع، لأنه لازم يرد 5 أضعاف أو 4 أضعاف في 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 بعض الأشياء. فعشان كده طب إذا مسك، إذا تمسك وهو ما معهوش يرد السرقة، يباع يعني يتباع، يعني يبقى إيه؟ عبد. عشان كده بقى في عبيد في بني إسرائيل، رغم إن هم خرجوا من أرض مصر، كانوا في عبودية فرعون، وربنا حررهم من عبودية فرعون وبقوا كلهم أحرار. وبعدين رجع ليه يبقى في عبيد كل 6 سنين لازم يتحرر في السنة السابعة العبد؟ ما هو ما فيش عبيد، لكن إيه اللي خلاهم يبقى في عبيد؟ هذه خطية السرقة، الناس بتستهين بيها، لكن كانت سبب وجود العبودية في شعب إسرائيل. فبقى اللي معهوش يباع عبد، عشان كده بقى في عبيد كتير، وكل ما يتحرروا يبقى في عبيد تاني. عشان كده السيد المسيح وضح هذه الوصية، قال ان ليه في عبيد؟ قال لهم اذا حرركم الابن فبالحقيقة انتم احرارا. قالوا احنا احرار ولم نستعبد لاحد. طب ليه فيكم عبيد اذا لم تستعبدوا لاحد؟ قال لان كل من يفعل الخطية هو عبد. اذا ايه اللي خلاكم تقعوا في العبودية؟ خطية، خطية السرقة. في ناس بتسرق تتمسك، طب وليه ما تمسكش قدام الناس؟ لم يستعبد، لكن هو في نظر الله عبد للخطية. لا تشهد على قريبك شهادة زور. وبني إسرائيل من الناس كتير فيهم كسروا هذه الوصية، منهم أخاب الملك وإزابل، راحوا شهدوا على نابوت اليزرعيلي عشان اشتهى حقله، فجابوا عليه شهود زور. مين اللي شهدوا عليه زور؟ ده مش الملك والملكة اللي شهدوا زور، ده رجال الدين، رجال الكهنة. لأن إزابل لما لقت أخاب زعلان قالت له زعلان ليه؟ قال لها نابوت مرضيش يبيع لي الحقل بتاعه، وهو اشتهى. ودي في الوصية رقم 10، لا تشتهي بيت قريبك، ولا تشتهي امرأة قريبك، ولا عبد ولا أمة ولا صورح ولا شيئا مما لك. هو اشتهى ايه؟ حقله. وعشان كده عمل ايه؟ دبر شهادة زور. مين اللي شهدوا زور؟ الكتبة والفريسيين ورؤساء الكهنة شهدوا زور، لأن إيزابل كتبت لهم رسالة وختمتها بختم الملك، وقالت لهم اجمعوا للحكم مجمع وحطوا نابوت وحطوا قدامه شهود زور. طب مين اللي جابوا شهود الزور؟ هي قالت لهم جيبوا له شهود زور، بس مين اللي جابهم؟ ومين اللي كان بيحكم بناء على شهادة زور؟ رؤساء الكهنة. فحكموا على نابوت، وما كانش الحكم على نابوت وحده، لأن لو الحكم كان على نابوت وحده كان ولاده يورثوا الحقل، مش أخاب اللي يورث الحقل، لكن كان الحكم على نابوت وكل بيته. عشان كده قتلوا نابوت وأسرته، وفي الآخر ما فيش حد يورث. فراحت إيزابل قالت لإيه؟ لأخاب قوم يورث. فراح نزله إلي بجت برسالة من ربنا، قال له قتلت عشان تورث؟ في الحقل الذي لحست الكلاب دم نابوت اليزرعيلي تلحس دمك، لأن أنت هنا دبرت شهادة زور بسبب شهوة لحقل أخيك، ولكن الله شايف كل شيء، وعشان كده عقوبتك هتكون نفس الإيه اللي أنت عملته، جزاء العمل هتاكل منه، من الكأس اللي أنت سقيت نابوت اليزرعيلي الرجل البريء هتشرب نفس الكأس، لأن قتل الناس أبرياء عشان ده بسبب شهوة. إذن ربنا وضح هذه الوصايا وفسرها، عشان كده قال ما جئت لأنقض بل لأكمل. ده مش بس الوصايا، ده دي الوصايا الـ10 اللي ادها ربنا لموسى بعد ما ادها له الأول إيه؟ يعني كلم الله، ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلا، يعني ربنا ادها لموسى كلام إيه؟ شفه وعرفوا كل الأحكام وكل الوصايا، في أحكام كتير ربنا اتكلم عنها، حتى ان في بعض يعني بنتكلم عن وصية لا تزني، في منتشر عندهم ان يقول حتى من اضطجع مع بهيمة يقتل، ودي مع الأسف العادة دي موجودة في إخواتنا الفلسطينيين غير المسيحيين، الاضطجاع مع البهيمة موجودة لحد الآن. نعم. فربنا وضح هذه الأحكام، ده في أحكام وضحها له بالتفسير، ولكن طبعا الأحكام كثيرة، ولكن إذا اختصرناها في الوصايا الـ10، الوصايا الـ10 اللي ربنا إداها لموسى شفهين وعرفوا كل الأحكام، وبعدين رجع كتبها له
كوصايا هم بقت مين اللي يقوم بتفسيرها وتعليمها للآخرين؟ كان موسى ورجال الدين. مرسي جدا أتسابونا تعيش وتعلمنا. دكتور جوزيف، بقى بعد ما شفنا الوصايا العشر وقد إيه ربنا كان رحيم مع شعبه وقد إيه بيحبهم وإداهم الوصايا دي مكتوبة على لوحي حجر، عايزين بقى نعرف من حضرتك، هو في طبعا في فرائض كتير وأحكام الرب قالها في لموسى في خروج، طبعا احنا مش موضوعنا احنا بنتكلم في شخصية موسى وبنتأمل في شخصية موسى، بس طبعا لازم حضرتك تدينا كده لمحة سريعة عن الأحكام والفرائض دي اللي اتكلم عنها الرب في سفر الخروج. قبل كده ميزنا ما بين ثلاث أنواع من الشريعة اللي قدمها موسى. أتسابونا اتكلم عن الوصايا العشر اللي هي الكلمات العشر، في بعد كده الأحكام وفي الفرائض. الأحكام اللي هي الشريعة المدنية، شريعة القوانين والدستور اللي بينظم الحياة السياسية والحياة العامة والعلاقات بين الأشخاص والأفراد بعضهم البعض وبين البني إسرائيل والشعوب الأخرى. أما الفرائض فهي خاصة بقى بالتقدمات وخاصة بالذبائح. احنا عشان يعني نقولهم سريعا لأن دي طبعا عايزة وحدها زي ما قلت سابونا قال ده عايزة وقت طويل قوي. الشريعة المدنية أو الأحكام دي موجودة من خروج 22 خروج 20 آية 22 لغاية خروج 23 آية 33. كل ده كده بيتكلم عن الشريعة المدنية، يعني من نهاية خروج 20 لغاية نهاية خروج 23، كل دي الشريعة المدنية اللي بتشمل نمرة واحد تعليمات عن العبادة، تعليمات عامة عن العبادة وكيفيتها وازاي يعبدوا الرب وازاي يكونوا في مخافة مع الله، وده يورينا هيبة العبادة لله. العبادة لله مش مجرد فقط ان انا اقول كلمتين وخلاص، لا كمان لازم يكون في مخافة الله في القلب. عشان كده المتنائح قدس البابا شنودة الثالث قال في كتابه مخافة الله ان بداية العلاقة مع الله تبدأ من مخافة ثم نصل الى المحبة، وناس تانية بتقول لا احنا بنبتدي بالمحبة ونصل للمخافة. الاتنين هيوصلوني لذات الشيء، ان انا احس بهيبة واحترام ووقار الله ووقار بيته. نمرة اتنين القوانين او الدستور المدني اللي هو بيحتوي ايه، ده بقى من اصحاح 21 اية 1 لغاية نهاية اصحاح 23 لغاية اصحاح 23 اية 13 اللي هي تشمل حقوق العبيد. وتسابونا كان أشار ليه، يعني العبد ليه حقوق، شرائع الأمم الأخرى لم تعطي أي حقوق للعبيد. حتى البعض اللي قالوا إن في إن شريعة موسى تشبه إلى حد ما شريعة حمورابي، طب شريعة حمورابي لم تعطي أي حقوق للعبيد إطلاق. طيب دي في خروج 21 من آية 1 ل 11. كمان في خروج 21 من آية 12 ل 32 الحياة البشرية والعلاقات بين الناس وبعضها تكون ازاي. فيبدأ في آية 12 يقول ايه، من ضرب انسانا فمات. خد بالك من كلمة ايه، انسانا، يعني ما كانش الموضوع يعني انسان يهودي، لم يخصصها لم يميزها، اي انسان مهما كان هذا الانسان. لان البعض بيقول ان اله اليهود اله عنصري، إله منحاز لليهود فقط، وده الكلام ده مش مظبوط. ده حتى الغريب الرب وصى شعبه عليهم وقال لهم يعني خد بالك من الغريب لأنك كنت غريبا في أرض مصر. نمرة ثلاثة الظلم والسرقة وأحكام بقى أخرى بقى خاصة بالإضرار بالممتلكات الخاصة أو الممتلكات العامة. أصل الشريعة اليهودية هي شريعة مش بس خاصة بالعلاقة مع الله فقط، ولكن خاصة بعلاقة تأسيس دولة، تأسيس شعب، خدت بالك؟ فدي نقطة مهمة جدا جدا غير المسيحية. المسيحية لم يأتي المسيح قال مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إليكم. طيب فالواجبات دي موجودة في خروج 21 من آية 32 لغاية خروج 22 آية 15.
ثم أربعة واجبات دينية واجتماعية. بقى واجبات بقى دينية واجتماعية دي من أصحاح 22 آية 16 يبدأ بالقول يقول إيه: وإذا راود رجل عذراء لم تخطب فاتجع معها يمهرها لنفسه زوجة، إن أبى أبوها أن يعطي إياها يزن له فضة كمهر العذارة. ابتدى وبعدين قال بقى: لا تدع ساحرة تعيش. الأديان اللي كانت موجودة في الوقت ده حوالين شعب بني إسرائيل كانت عندهم المشكلتين دول، إن كان عندهم الزنا بيمارس بصورة تقصية دينية مشرع قدام الآلهة، قدام الآلهة تمام. وكان عندهم المشكلة التانية إن اللي بيقوموا بعملية الـ خدمة الإله عندهم كانوا عبارة عن إيه؟ عن سحرة، عن سحرة وعن زي ما قالوا تسابونا زواني زناك كلهم. يعني احنا ده مش حكم، يعني احنا ما بنحكمش على حد، لا تدينوا لكي لا تدينوا، مش بنحكم على حد، لكن احنا بنقول ان ده الواقع اللي كان موجود، عشان في ناس بتحب النقطة الاخيرة في التشريع المدني ده العدالة وحقوق الانسان. وهنا بقى هاخد النموذج اللي قلناه في خروج 23 آية 9: ولا تضايق الغريب فانكم عارفون نفس الغريب. يا رب، يعني زي ما بيصلي ابونا في القداس يقول ايها الطبيب الحقيقي الذي لانفسنا واجسادنا وارواحنا يا مدبر كل جسد تعدم. ايه ده؟ يعني الرب كمان مش بس طبيب جسدي، قال انا هو الرب شفيك، لكن كمان الرب بينظر الى نفس الانسان لالا يكون الانسان مصابا نفسيا او مريضا نفسيا فيعمل ايه؟ يطلع اصل مراره، يعمل يصنع انزعاج ويصنع انشقاق في المجتمع. فقال لهم خلي بالكم نفس الغريب، احسن نفس الغريب دي لما تضايقوه يحصل ايه؟ هيحصل لكم مشاكل. فربنا بيهتم بالغريب وبيفكرهم انكم كنتم غرباء وكنتم عبيد في ارض مصر. نمرة ثلاثة، احنا قلنا نمرة واحد وقلنا نمرة اثنين. نمرة ثلاثة قوانين الاعياد، وهنا ذكر في اصحاح 23 من 14 19 ذكر ثلاث اعياد فقط. طبعا باقي الاعياد موجودة في سفر اللاويين أصحاح 23، أصحاح 23 ماشي. هنا ذكر عيد الفطير، عيد الحصاد، وعيد الجمع اللي هو عيد المظال. عيد الجمع ده اللي هو عيد المظال. نمرة أربعة تعهدات الله لشعبه، تعهد ليهم إن حفظتم وصاياي أعمل وإن لم تحفظوا أعمل. طيب دي الشريعة الأولى اللي هي إيه؟ الأحكام، عنوانها كده الأحكام اللي هي الشريعة المدنية. ثم الشريعة التقصية هقولها سريعا لأن الوقت بيداهمنا، لازم نطلع بريك، فأنا هقولها سريعا كده بسرعة. الفرائض، الفرائض أو ناموس التقصي، ودي اللي بيقول بيصلي أبونا في القداس الغريغوري يقول إيه: أكملت ناموسك عني. ماشي، إيه هو إيه هي بقى الفرائض دي بقى؟ الفرائض دي موجودة من خروج 25 لخروج 40، لنهاية الخروج يعني، لنهاية سفر الخروج تمام، زائد سفر اللاويين، زائد بعض أجزاء في سفر العدد. يعني أجزاء كده سريعة بتوريني حاجتين: كيف نقترب إلى الله، دي نمرة واحد، لأن الاقتراب إلى الله مش الإنسان هو اللي بيقترب إلى الله، ده الله هو اللي أخذ المبادرة، وهذا عكس كل الأديان اللي موجودة في العالم. كل الأديان اللي موجودة في العالم بتحاول انها تبحث في طريق ان يقترب الانسان الى الله، لكن في المسيحيه وفي ايماننا المسيحي ان الله هو الذي جاء ليقترب اليه. حتى في العهد القديم ونتكلم عنها بعد شويه، لما جاء وعمل خيمه الاجتماع في وسط الشعب عشان يقترب الى الشعب، فهو القائد، هو قائد المبادره في الاقتراب. نمره اتنين هو عشان يجاوبنا على السؤال: كيف يجب أن يعبد الله بطهارة وقداسة؟ لأن الله قدوس، حتى أبونا يقول لي القدسات للقديسين، وفي نهاية صلاة القسمة يقول أبونا: لكي بطهارة وبر ندعوك أبانا. يبقى محتاجين طهارة، محتاجين قداسة، محتاجين بر. فده اللي يعلمه ربنا من خلال الشريعة التقصية، يعلمهم حاجتين: كيفية الاقتراب إلى الله، نمرة اتنين أن الإنسان أن الله قدوس ولا بد أن نقترب إليه بالقداسة. أربع حاجات في الشريعة التقصية.
نمرة واحد المذابح والمسكن من خيمة إلى هيكل. خيمة في أيام موسى، وبعدين بعد كده لما جه سليمان تنظم الموضوع وبقى فيه هيكل. طيب نمرة اتنين الخدمة الكهنوتية ومواصفات الخاصة بملابس الكاهن. هندخل فيها إن شاء الله الحلقة الجاية بتفصيل أكتر. لا مش هندخل فيها بحاجة. انت قلت لا احنا عايزين خلينا نركز على شخصية موسى. يعني تقديس الكهنة قبل قيامهم بمهامهم، وكمان الكهنة اللي بيقوموا كان دور ليهم دورين، الوساطة بين الله وشعبه وبين الشعب والله، والشيء الثاني تقديم الذبائح من الشعب لمين؟ لله. ده كان دور الكهنة. نمرة ثلاثة الأعياد والمواسم والسبوت. وتسابونا نتكلم عن موضوع السبت، نتكلم عن السبت كيوم. كمان السبت كان مرتبط مش بس كيوم، مرتبط كمان بأنه رأس الشهر ورأس السنة، وأنه السنة السبتية اللي هي السنة السابعة، وكمان سنة اليوبيل. فالإخوة بقى اللي هم السبتيين اللي أبونا ذكرهم، طب ليه ما بتحتفلوش بسنة اليوبيل وتقعدوا سنة السنة السابعة ما بتشتغلوش فيها؟ ليه يوم رأس الشهر ما تشتغلوش؟ ليه؟ يعني دي أسئلة اليوم. ثلاث أعياد رئيسية قلناهم، في سبع أعياد موجودين في سفر لاويين أصحاح 23. حضرتك بتبصيلي أنا مش هقوله. نمرة أربعة التقديمات والذبائح اللي كان، ودي كانت مقسمة لنوعين، ذبائح عامة وذبائح خاصة أو ذبائح شخصية. الذبائح العامة اللي هي خاصة بيوم السبت، وخاصة بالذبيحة اليومية، وخاصة بذبيحة رأس الشهر، رأس الشهر، وخاصة بذبائح التطهير والأعياد وكل الذبائح الشخصية. هم خمسة وبيضاف ليهم ذبيحة التطهير بتاع المرأة. تمام المرأة، لكن هم الخمسة الأساسيين: ذبيحة المحرقة، ذبيحة الإثم، ذبيحة الخطية، ذبيحة السلامة، وتقدمة القربان. كل دول كلهم في حاجة بس أقولها بس مهمة جدا. اليوم الوحيد في السنة اللي بيدخل فيه رئيس الكهنة إلى قدس الأقداس اللي هو يوم الكفارة، ده موجود في لاويين 16، ودي الحاجة الوحيدة، اليوم الوحيد اللي ربنا قال لهم فيه لا تعملوا عملا ما ويكون يوم صوم. وهذا هو اليوم الوحيد اللي ذكر في الكتاب المقدس ان لابد ان يصام في لاويين 16 في ناموس موسى. فده بيعلمنا من خلاله الله، من خلال الشريعة المدنية، ان كل الناس عند الله متساويين. مفيش حاجة عند الله اسمها جنس يفوق جنس، مفيش حاجة اسمها عند الله ان الدين عند الله مش عارف ايه، ومن ابتغى لن يقبل، من ابتغى غيره لن يقبل منه. لكن الله بيقول يا كل إنسان افتح قلبك إلي، لأنه أنا أتيت ليكون لك حياة وليكون لك أفضل. والنقطة الثانية أن الطقس يعلمني أن الطهارة هي التي تقدمني وتقربني إلى الله، لأنه بدون قداسة لا يمكن أن نرى الله. شكرا جدا يا دكتور. مشاهدينا نخرج فاصل ونرجع نكمل تأملاتنا الرائعة الجميلة مع ضيوفنا وفي شخصية موسى النبي. تفضل. اهلا بكم مشاهدينا مره تاني بعد الفاصل. وكنا معاكم قبل الفاصل ومع ضيوفنا الكرام بنتكلم عن موسى النبي وازاي استلم الوصايا العشر من الله وادهاله على لوحين زي دول بالظبط. ده ماكت صغير، اللوحين دول بيحملوا الوصايا العشر، يعني تقريبا زي ما قلنا كده ان هم بيتقسموا لجزئين: علاقه الله بالانسان بالله، وعلاقه الانسان مع غيره، مع غيره من الناس اللي حواليه، علشان يقدر يعيش في تكامل وفي محبة وسلام. وشفنا كمان الشرائع والأحكام اللي ربنا كان حاططها علشان يبقى فيه مساواة بين كل الناس. بنعمة ربنا هنكمل دلوقتي تأملاتنا في شخصية موسى، ونسأل قدس أبونا طبعا في الأول، قدس أبونا بقى الشعب لما موسى تأخر فوق أبطأ النزول زي ما الكتاب بيقول، طلبوا من هارون يعملوا أجل. عايزين نعرف من قدسك رد فعل موسى لما شاف اللي حصل. هو ربنا فضل يتكلم مع موسى ويديله الأحكام
المدة دي قاعد 40 يوم موسى على الجبل بياخد هذه الأحكام والوصايا، مش حتى شكل الهيكل الخيمة الاجتماع وكل الحاجات اللي اتكلم عنها الدكتور جوزيف، العبادات وتنظيم العبادة، ربنا قاعد يديها لموسى 40 يوم. فآخر حاجة أعطاله لوحين الشهادة، ودي موجودة في أصحاح 31 عدد 18: ثم أعطى موسى عند فراغه من الكلام معه في جبل سيناء لوحي الشهادة، لوحي حجر مكتوبين بأصبع الله. دي كانت آخر حاجة، لكن هم ما استنوش لما ينزل موسى وياخدوا اللوحين الشهادة دول، ده هم أول ما غاب موسى وشافوه طول شوية راحوا على هارون قالوا له اعمل لنا آلهة تخرجنا من أرض. طبعا موسى ساب هارون وحور هم يحكموا للشعب في مكانه لحد ما يرجع. المفروض ان هارون وحور الناس دول اللي كلفهم موسى ان هم يهدوا الشعب ويحكموا له، كانوا يقولوا لا احنا نمشي باحكام ربنا، عايزين ايه آلهة؟ يعني ايه آلهة تاني اخرى؟ هو مين اللي خرجكم من ارض مصر؟ فكروهم، الناس دايما تحتاج من يذكرهم مش من يطيعهم. احنا مشكلة مرات كتير بنطيع الناس لاجل اهداف شخصية، فكأنما هارون اطاعهم لاجل هدف شخصي، ان عايز يتفرج عليهم هم بيلعبوا، وعشان كده موسى غضب. عملوا ايه لما عمل لهم آلهة؟ خد منهم اقراط الذهب والحاجات دي وراح سبكها وعمل عجل على نظام آلهة المصريين، اله سرابيس كان عجل اللي متعودين عليه. فعمل زيهم. وبعدين لما جه موسى يعاتبه قال له انا خدت اقراط الذهب ورميتها في المسبك فطلعت عجل، يعني ايه؟ ما عملتش حاجه، طلعت كده يعني. مش هو اللي صنع وهو اللي عمل وهو اللي سبك وهو اللي عمل له السبيكه بيعملوا لها جالب، هو عمل حاجه؟ لا، انا رميتهم في النار طلعوا عجل. خلاص يا قدره جالبك آلهة بقت آلهة. ما هو بيقول كده ليه؟ لانه بيعتبر ان هذه الاشياء آلهة، لان هو فهم الناس ان هو دي الآلهة. وبعدين راح عمل لهم مذبح قدامه وبدأ ايه يقدم على المذبح ايه ذبائح. وايه اللي حصل؟ جلس الشعب يأكل ويشرب، جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. ما بقاش فيه هنا لا عبادة ولا صلاة، ده هم أكلوا وشربوا وبعدين قاموا ايه يعني، ودي العبادات الوثنية. وبعدين موسى ربنا قال له انزل قد لأنه قد فسد شعبك الذي اخصعدته من أرض مصر. وربنا هنا بيقولش شعبي، لأن الخطاة ما يقولش عنهم شعبي، عشان كده لما قال شعبي مصر ما قالش عن أي حد، عن المؤمنين. فلما بيقول قد فسد شعبك ما قالش شعبي، ده ربنا اللي بيكلم موسى. فقال الرب لموسى اذهب انزل لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر، ما قاله الشعبي، لأن الشعب الفاسدين مش شعب الله. رغم أنه يقول لك احنا شعب الله، لما فسدتم مش شعب الله، وانتم ماشيين مع ربنا شعب الله. وأي إنسان انت ابن الله ما تعيشت ابن لله، لكن متى فسدت مش مجيتش ابن الله. عشان كده بولس رسول انتم هيكل الله وروح الله ايه ساكن. من يفسد هيكل الله يفسده الله، لانه هو اللي خرب الدنيا، مش هيسكن الله في اجساد فاسده او اجساد غير طاهره، الله يسكن في اماكن في اجساد طاهره. وقال له هذا الشعب صلب الرقبه، لكن نشوف هنا شفاعه موسى، قعد يقول له مش ده اللي اخرجته من مصر، ودول اللي ممكن الناس الامم يقولوا عن بيغير ربنا بقت بيخليه ما يقولش انا اله غيور، قال له انا هخليك تغير يا رب عشان تعطف على الشعب ده. قال له هيقولوا الناس الامم دول ان اخرجهم ليبيدهم في البريه، يبقى ده مش اله، هيقولوا عنك مش اله انك ما قدرتش تحفظ شعبك. فربنا يقول طب انا ابيدهم لان ده شعب صلب الرقبه واجعلك لام افضل. قال له ما يا رب انت عارف ان دول غلابة ودول. بعدين في الاخر قاعد يقول رب اذكر ابراهيم واسحاق ويعقوب، بذكروا بحبايبه الناس اللي اقسم لهم انهم هيديهم هذه الارض. شوف عشان تبين دي لولا شفاعة ابراهيم واسحاق
ويعقوب في بني إسرائيل ربنا فناهم وخلاص ما فيش داعي عيد من شعب آخر. ولكن نزل موسى فجاب المين في الطريق؟ أول واحد جاب له تلميذه الأمين يشوع. وبعدين يشوع سامع صوت هتاف قال له باين في حرب في المحل. ما هو يشوع قاعد منتظر موسى تحت الجبل ومش متحرك الراجل ومش عارف ايه اللي بيحصل في المحل. لكن ربنا كاشف لموسى ايه اللي بيحصل في المحل. قال له عملوا كذا, عملوا عجل ذهب وقالوا ده آلهتك. فنزل قال له موسى بيقول ليشوع لا ده لا صوت حرب, لا صوت نصرة ولا صوت انكسار هزيمة, انما ده صوت ايه؟ صوت لعب. صوت لعب. صوت الحرب والنصر لها طبول ولها امور ولها ابواق هتاف, لكن ده صوت لعب, صوت غناء, صوت طرب, صوت حاجات بعيدة عن ربنا. فنزل موسى طبعا شاف المنظر, ما كانش يتوقع ان الشعب ممكن يعمل كده, ولهذا غضب من الجميع, غضب من الشعب وغضب من مين؟ من هارون أيضا. ولكي لا نطيل, الراجل كسر اللوحين في ساعة غضبه. طبعا كانت غيرة مقدسة كلفته أنه يصوم تاني 40 يوم على الجبل عشان يستلم لوحين غيرهم. بس ربنا قال له المرة دي بقى أنت خدت لوحين اللي نحيتهم لك ربنا واللي كاتب عليهم, المرة دي عشان ما تتعصبش تاني وتنحمج وتكسر لوحين, شيل لوحين وطلع بيهم الجبل, انت انحتهم وجهزهم. تعيش وتعلمنا يا وتسابونا. دكتور جوزيف, طبعا عايزين نتكلم بقى عن خيمة الاجتماع طبعا, بس مش هنتكلم بتفصيل قوي, هنتكلم في عجالة. عايزين نعرف ليه موسى عمل خيمة الاجتماع وليه نصبها خارج المحلة؟ يعني السؤال ده تملي بيتسئل. هو سريعا عشان الوقت, يعني وقت الهوى ما ناخدش وقت كتير. كان في مرة مواطن أمريكي ذهب لزيارة السويد, وكان الكلام ده تقريبا سنة 1965 أثناء ملك الملك جوستاف أدولف السادس, كان هو الملك بتاع السويد. فالراجل قاعد وقاعد جنب منه واحد في الأوتوبيس, فبيتكلم معاه بيقول له لا شك إن أمريكا هي أكثر دولة ديمقراطية في العالم, فإحنا عندنا تقدر تروح البيت الأبيض وتتكلم وتتناقش مع الرئيس نفسه. فضحك الراجل اللي قاعد جنبه قال له أكيد ده شيء كويس, بس إحنا عندنا شيء أكوس. طبعا أكوس دي مش موجودة, بس يعني شيء أفضل يعني وأحسن, إن عندنا الرئيس هنا ممكن ينزل ويتقابل مع الشعب ويتكلم معاهم. قال له الرئيس ينزل؟ قال له آه. قال له لا مش معقولة. الراجل قام سابه ومشي. بعد ما مشي فالاخ الامريكي بيسال اللي جنبه بيقول له مين الجدع ده؟ قال له انت ما تعرفش ده الملك, ده جوستاف ادولف السادس اللي حكم السويد من سنه 1950 ل 1973, هو الملك بنفسه, هو الملك بنفسه. فما اعظم ان ملك الملوك بقى ورب الارباب والسيد يجي ويسكن وسط شعبه ويصنع خيمه في وسطهم, يعمل لنفسه خيمة في وسط الشعب. والله هو اللي أمر موسى أنه يعمل هذه الخيمة, أمر موسى أن يعملها بحاجات معينة. طبعا مش هندخل في تفاصيل الخيمة ولا أحجامها بالضبط, لأنها طويلة, لأن الموضوع كبير قوي. لكن اللي يحب يرجع يعني للخيمة دي, تفاصيلها ومحتوياتها موجودة في خروج, من خروج 25 لغاية خروج 31, وتنفيذها أو إقامتها وتكريسها موجود في خروج من 35 ل 40. ده موضوع ايه؟ ده معناه ان موضوع الخيمة ده موضوع مهم جدا. موضوع ليه؟ لان كل شيء في الخيمة يشير ويرمز الى الرب يسوع المسيح في العهد الجديد اللي بيقول عنه الكتاب وحل بيننا. حل بيننا في اللغة اليونانية تعني نصب خيمته في الوسط, هي معناها كده في اليوناني. تمام. أسباب إقامة الخيمة دي, واحد رسالة سلام وحب من الله لشعبه. الله بيقول للشعب أنا بحبكم رغم أن أنتوا خطاة ورغم أن أنتوا عملتوا عجل ورغم, لكن أنا جاي أقول لكم أنا ممكن برضو أصنع سلام في وسطكم. حاضر بسرعة. نمرة 2,
ودي تورينا ان الله مش اله متكبر متعالي متعجرف ساكن فوق في السماء وبعيد عن شعبه. لا، نمرة اتنين، رسالة دائمة قدام عيونهم عشان يذكرهم بعظمة وبهاء مجد الله. فلو شفنا الذهب والفضة والنحاس والحاجات اللي مصنوع منها الخيمة، ايه العظمة وايه البهاء، دي خيمة مش عادية، دي خيمة تكلفتها النهاردة تتعدى ملايين الدولارات لو اتعملت النهاردة. يعني احنا لو خدنا مثلا الذهب اللي كان معمول فيها حوالي طن و 650 كيلو، والفضة 4 طن و 65 كيلو، يعني دي حاجة كبيرة جدا، تكاليف عالية الثمن. وده يورينا قد ايه تكلف الرب يسوع المسيح لكي يأتي أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. وكمان احنا التكلفة ان احنا نقتني المسيح في قلوبنا، مش موضوع ان انا اقول يا رب انا بقبلك وخلاص والموضوع انتهي، لا، دي حياة فيها جهاد لم تجاهدوا بعد حتى الدم. طيب نمرة ثلاثة، بيقول لهم يوميا ان الله هو الواحد الوحيد المتميز والمتفرد عن كل الآلهة. فالخيام كلها موجودة حواليه، لكن الخيام كلها مختلفة عن الخيمة المميزة الخيمة الكبيرة. وخدي بالك فيها نوع من يعني إشارة لوحدانية الله، لأن في مذبح واحد للبخور، في مذبح واحد للمحرقة، في تابوت واحد موجود جوه الخيمة. طبعا التفاصيل مش هنحكي فيها زي ما قلنا. نمرة أربعة، الخيمة كان مكانها فين؟ في المركز، في النص بالظبط. تمام؟ يعني هو المركز اللي حياتنا بتدور حواليه، المكان اللي احنا بننطلق منه دائما لكي نكون في علاقة قوية مع الله. هل الله واخد مكانه الحقيقي في حياتنا؟ كل واحد يسأل نفسه، هل الله هو المركز والسنتر بتاع حياتي اللي حياتي كلها بتدور حواليه؟ كانت الخيمة كمان اقول ولا دكتور؟ بس بنعتذر عشان الوقت، معلش يا دكتور، اكيد نكمل الحلقه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. وتسابونا لازم نختم مع قدسك بكلمه روحيه النهارده. لما صعد موسى ربنا عشان يكلمه على الجبل مره ثانيه، فقال له الرب لموسى، فقال الرب لموسى من اخطا الي امحوه من كتابي. لان موسى قال له اذا ما كنتش هتغفر للشعب ده امحيني من كتابك، قال له لا، الذي يخطئ الي امحوه من كتابي. اذا ده بيعرفنا ان اللي بيخطئ لربنا هيتمسح اسمه من كتاب الحياه، لان يهوذا كان اسمه مكتوب في سفر الحياه، ويهوذا هو اللي مسح اسمه من سفر الحياه. فاحنا بخطايانا وباخطائنا التي لا نتوب عنها نمسح اسماءنا من كتاب الحياه. ربنا كتبها من يوم ما دخلنا في المعموديه في عهد مع الله جديد، وفضل الاسم مكتوب، لكن احنا اللي علينا نخلي اسمنا مكتوب أو نمحي أسماءنا، مثل ما فعل يهوذا. كان اسمه مكتوب وراح قال له يا رب حتى الشياطين باسم تخرج، فقال له لا تفرحوا بهذا، بل افرحوا إن أسماءكم كتبت في سفر الحياة. فكان اسمه كتب في سفر الحياة، ولكن يهوذا هو اللي مسح اسمه. فإحنا علينا نثبت أسماءنا، وإذا ما ثبتناش أسماءنا هتمحى. مرسي جدا، يسيبونا تعيش وتعلمنا. مشاهدينا طبعا في نهايه الحلقه بشكركم النهارده من اجل متابعتكم لينا، بشكر كمان ضيوفنا، بشكر قدس ابونا الحبيب الاب رويس الاورشليمي راعي الطائفه القبطيه الارثوذكسيه بلبنان. نورتنا جدا يا قدس ابونا وعلمت عيش وتعلمنا. بشكر كمان مشاهدينا ضيفنا الدكتور جوزيف سعد استاذ علم اللاهوت الكرازي بالكليه الاكليريكيه بالكنيسه القبطيه الارثوذكسيه. ميرسي جدا يا دكتور، تعيش وتعلمنا. ميرسي، تعيش، ربنا يخليكم. مشاهدينا مشاهدينا طبعا في نهايه الحلقه لازم كلنا ناخد بالنا النهارده، ويكون كده جرس انذار لينا النهارده ان احنا ما ننشغلش عن ربنا زي ما حصل مع شعب ربنا لما موسى اتاخر فوق واطال المده في قعده وحضره ملك الملوك طبعا، وقد ايه الانسان ما بيشبعش من قعدته قدام ربنا، لكن الشعب بدا يمل ويزهق ويدور على غيره. واحنا كتير بنعمل كده، بننشغل عن ربنا بحاجات كتيره. يا ريت النهارده نكون نبدا نفوق كده ونشوف ايه اللي بيشغلنا عن ربنا، ايه اللي بيبعدنا عن ربنا، ونرجع تاني نكون في علاقه حقيقيه مع ربنا علشان تفضل اسماءنا مكتوبه في سفر الحياه. مشاهدينا خلصت حلقتنا، لكن لسه مكملين معاكم مع ضيوفنا تاملاتنا في شخصيه موسى النبي. استنونا، سلام الرب يكون معكم. سلام.